اهلا بكم من جديد متابعينا ولكل اللي انضم لمتابعتنا فيما تبقى من فقرات ظلال الاصيل لهذا اليوم. الرحله الطويله اللي ممكن يمشيها فنان سواء كانت رحله اعمال فنيه ومشوار طويل ممكن يديه في حياته ابتداء من اولى المساحات والمحطات اللي اكتشف فيها انه هو من المفترض انه يهب الشعب السوداني مكتبه غنائيه مختلفه ومتميزه، انتقالا للرحلة الجغرافية اللي ممكن يجيها من نيالة لحد الخرطوم. دي رحلتنا لليلة اللي حنمشيها بمشوار فني مختلف مع صالح جمعة جبريل. أهلا وسهلا بك يا صالح. أهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين، وترحب حار لقناة الشروق، ومرحب بكم كثير. أهلا وسهلا بك. ونحن قبل ما نبدأ بالرحلة الفنية والمشوار الطويل اللي تنقل من مساحات ويمكن من بدايات بواكير عهدك لحد ما وصلنا للمساحة نحن فيها الآن، خلينا ندي المشاهدين أول الألحان. حنسمع شنو أول حاجة؟ حنسمع للأستاذ زيدان، ربنا يرحمه ويتولى بالرحمة. حنسمع مع قضية عمر السنين. جميل، معناها نسمع ونرجع مرة ثانية للمحاور. تفضل. أفرش طريقك وابني فيك سور الأمان، فأحس بيزون ويوم وابني فيك سور الأمان. أنا عمري ما فكرت إنك يوم حتخلف للوعود، أنا عمري ما فكرت إنك يوم حتخلف للوعود، لكني ما فقد الأمل تحل ترجع تعود، لكني ما فات الأمل يمكن تحل ترجع تعود. Thank you.
تكون ساكت مشايا. العوازل داروا بينا حيخطوا ليرف النهاية. العوازل داروا بينا حيخطوا ليرف النهاية. أبقى أفكر في مصيرهم يا هلا السنين. أفرش طريقك ويوم وأبني فيك سور الأمان. فحس بيزون اليوم وأبني فيك سور الأمان. حسي بيزون أنا عمري ما فكرت إنك يوم حتخلف للوعود. أنا عمري ما فكرت إنك يوم حتخلف للوعود. لكني ما فقد الأمل يمكن تحل برجع تعود. لكني ما فات الأمل يمكن تحل برجع تعود. لكني ما فات الأمل يمكن تحل برجع تعود. سلام، شكرا لك كثير يا صالح، وشكرا كمان للفرقة الموسيقية المصاحبة لكم التحية. 2007 وكانت بداية وانطلاقا لمجموعة من المشاركات في المناشط الطلابية وفي المهرجانات. كلمنا عن بدايات صالح، كيف بدت وكيف كانت المشاركات من خلال المنصات الطلابية ومن خلال المهرجانات اللي قدمتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الثانية والله المشاركات طبعا بدت من النشاط الطلابي في المدرسة. يعني كنا بنطلع بيطلعونا في النشاطات الطلابية، كنا بنشارك المشاركات بعد الطلاب. بعد النشاط الطلابي امتدت بعدها، يعني المشوار بدأ بالغنى للأعراس، المناسبات اللي بتكون في الحلة يعني بكنت بشارك فيها. بعد ذاك المسيرة امتدت، التحقت بفرقة المشيش 2007. دي كانت يعني بداية في نيالة. في نيالة أيوة، فرقة المشيش. وأنا من هنا التحية لكل فرد في المشيش، وبقول لهم كتر خيركم، لأن أنا عبرهم قدرت أوصل لحاجات ما كنت عارفها في المسرح. بجد يعني لقيت كان كل الرعاية والاهتمام منهم. بعد ذاك يا أهل المسيرة امتدت على المهرجانات. ما لقيت اختلافات يا صالح ما بين الغنى في الفرقة الموسيقية اللي خلينا نقول بيتشايلوها مع بعض، الأصوات مختلفة، التناغم فيما بينهم، ما بالضرورة ما بيكون في نشاز ما بين الأصوات، صوتك بتحس إنه هو من ضمن المجموعة ممكن يدي مساحة مختلفة، وما بين إنك أنت تغني كصالح الفنان اللي عنده غنى منفرد، ما لقيت اختلافات أو صعوبة في إنك تنتقل من شغل من فرقة لشغل منفرد؟ والله اصلا في صعوبه، يعني الشغل الفردي يعني الشغل المجموعه له اثر كبير جدا. لكن بعد ما التحقت بالفرقه يعني في يعني في ورش تدريبيه، في تمارين بتاعه صوت، في كيف انك تقدر يعني تنسق صوتك مع صوت غيرك. يعني دي كانت برضو يعني الحياه دي يعني كتر خير الناس اللي جينا قدامنا كان علمونا الحاجه دي، ونزلنا ورش كثيره بعد ذاك. يعني كيف تقدر تغني في فرقه؟ يعني كونك تغني لوحدك
حاجه سهله جدا عادي، انت ممكن تقدر تتحكم في صوتك، لكن كونك تغني في فرقه دي حاجه صعبه، يعني دايره بجد دايره اهتمام ودايره اجتهاد منك. يعني يعني الاصعب هي الغنى في الفرقه، ما الاصعب انك تغني؟ ايوه انا برايي ممكن اغني يعني اطلع انزل زي ما انا داير، لكن في الفرقه بتكون يعني محكمه او بتكون ب في 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 نقاط معينه. النشاط الحقيقي اللي ممكن يمارسه انك انت تغني بصوره منفرده وزي ما قلت تطلع وتنزل، كان في مهرجان الابداع العسكري وده كان محطه بالنسبه لك مهمه. كانت محطه مهمه وكانت اضافه لي حقيقيه، لانه انا لقيت ناس يعني انا كنت بسمع بهم يعني او بشوفهم عبر الميديا، يعني ما شاء الله اساتذه من فنانين لعازفين، تلاقيت معاهم في المهرجانات دي. يعني المهرجان يعني قومي بيجيب كل مبدع في السودان، فتلاقيت معهم ويعني برضو عرفت منهم الكثير. يعني ما كانت بالنسبة لك رهبة يعني كفنان ممكن تكون بتتلمس طريقك ما بين يعني مجايلة ما بينك وما بين الآخرين أو الكبار زي ما ذكرت وقلت، ما لقيت صعوبة في التعامل؟ لا في التعامل ما لقيت صعوبة، الصعوبة اللي هي واجهتني كان أنا كيف أطلع خشبة المسرح في البداية. جاتك الرهبة الأولى؟ يعني أيوة، يعني لأول مرة كنت يعني أنا في المسرح، كون أركب أنا صالح أغني في المسرح دي كانت حاجة بالنسبة لي كبيرة، وبعد ذاك اتماشيت مع الحاجة، ولكن لما جيت لقيتها في المهرجانات هي بقت لي كالعادة، يعني ما جاتني الرهبة دي، ما بقت لك مشكلة، ما بقت لي مشكلة. طبعا حنجي لسيرة وطويلة ومسيرة يعني مختلفة لصالح، لكن خلينا مرة نروح الميعاد، رأيك شنو؟ تسمع راح الميعاد؟ إن شاء الله. جميل، خلينا نسمع مع بعض راح الميعاد ونرجع نتواصل معكم، لسه مساحات التواصل مستمرة.
لحظة من الماضي البعيد بهدي الزمان كل الحنان بهدي الزمان كل الحنان وكتيب لعمري ربيع جديد لكن رجعت قدما ما بفيد يحلم ما بفيد لكن رجعت قدما ما بفيد يحلم ما بفيد الناس هنا أنا بحقيقتي هنا بعيد تلقاني بين الناس هنا وأنا بحقيقتي هناك بعيد راح المعاد وزماني راح راح المعاد وزماني راح لجرحنا نام لاستراح جرحنا نام لاستراح لكني متكتم عليه وما الجراح أحيا الله لكني متكتم عليه وما الجراح أحيا الجراح لكني متكتم عليه وما الجراح أحيا لكني متقدم عليه لكني متقدم عليه يا سلام شكرا لك كثير صالح شكرا برضو تحية مرة تانية للفرقة الموسيقية وخلينا ندخل معاك لأنه كانت عندك مشاركات مختلفة وفي مساحات ومحطات مختلفة لكن أبرزها مشاركتك في مهرجان الأغنية الحديثة اللي كان في مدينة نيالة أخذت منه شنو الحاجة اللي ممكن أضافها لصالح في مسيرته والله المهرجان يا أخي ضاف لي حاجة كثيرة على روح المنافسة على أنه أنا مثلا يعني أضافت لي أنه خليك تجتهد تقوم تقدم ما هو افضل يعني لانه كان مشاركين معك مجموعه من الناس يعني بجد اضاف لي اضافه يعني كبيره جدا ادتني دفع علي قدام ادتني روح معنويه انه انا مثلا يعني اطور الحاجه دي وامشي لمهرجانات اكثر الاختلاف ما بين يعني الفنان في ادائه بصوره عامه الاغنيه الحديثه وما بين اغنيه الحقيبه هل بتلقى انه في فروقات يعني زمان كان الفنانين عندهم محطات كثيره بمروا بيها ابتداء من اجازه الصوت لحد ما يطلع باغانيه الخاصه والتفاصيل دي هل في اختلافات ما بين الغنى الحديث وما بين اغنيات الحقيبه والله بالنسبه لكم يعني بالنسبه لنا اصلا يعني الغنى اللي حنسمعه احنا اللي قاعدين نسمع غنى الحقيبه يعني ديل من الناس اللي قدامنا يعني انا بشوف ما في فرق كثير في الغنى بتاع الحقيبه بس الفرق انه احنا يعني استحداث الالات يعني هسه حاليا دخلت الات جديده يمكن كان زمان الالات تكون محدوده لكن حاليا متوفره وما في فرق كثير كده ما في فرق شاسع بين غنى الحقيبه والغنى الحديث اللي هسه حاليا جميل عندك اعمال خاصه عندي اعمال خاصه هي. جميل تعاملت مع شعراء ومع ملحنين وكيف كان التعامل بيناتكم في ظل يعني كثير من الظروف اللي بقت الان موجوده سواء كان الانتاج وصعوبه الانتاج وصعوبه انك انت تعمل لك اغنيه خاصه او البوم خاص او تقدر تسجلها في استوديوهات او غيرها هل لقيتكم صعوبات وشنو الاعمال اللي انت عملتها وتعاونك مع الملحنين والشعراء والله المسيره دي انا يا ضايب بس يعني مجتهد في انه انا اقوم اعمل الاعمال الخاصه بتاعتي دي فبدايه يعني الشعراء او الناس الاخوان او الناس اللي بالقام قدامي يعني بقول لك ما كعب انك تغني حق الزول لكن ضروري تعمل حقك فاجتهد وبتوصل بحقك او الزول بيسهر بغناه نحن سعيدين انك وصلت والله يا صالح سعيدين اكثر بانه كانت مساحه خاصه معك من خلال مجموعه من الاغنيات والالحان والمسيره الطويله اللي ان شاء الله نتمناها في الايام القادمه هي تكون مسيره عالميه وتكون سفير للاغنيه السودانيه في الخارج ان شاء الله وتقدر تقدم الرساله السودانيه والفن السوداني والثقافه والحضاره بكل معطياتها في مساحات قادمه خلينا نقول ختاما حنسمع شنو
اي حنسمع ما تعودت اخاف من قبلك، الاستاذ الهادي الجبل. جميل. ودي ان شاء الله بهديها لكل زول يعني بيعرف صالح الثوره نياله، وبهديها طبعا صالح الثوره دي عندها قصه. ايوه صالح الثوره ده اللي هو الحي اللي انا بسكن فيه. جميل. مسمع له، ومن هنا بهدي الاغنيه دي لكل زول بيعرف صالح الثوره في نياله الحبيبه، ولكل جمهور نيالة بدون فرس. نحن بنحييك أكيد، وكمان هي تحية خاصة لمتابعينا اللي كانوا حاضرين أمام شاشة قناة الشروق الفضائية لمتابعة ظلال الأصيل لهذا اليوم. نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم المساحة المختلفة تنوعا وتجوالا ما بين فقرات مختلفة لكم. عاطر تحياتي أمل معاد وتحيات فريق العمل لهذا اليوم. أقعدوا عافية. حسيت بالخوف، تعمل ايه الجسم اختارك، كل الناس حكمها ظروف، اتعودت اخاف من قبلك الا معاك حسيت بالخوف، تعمل ايه الجسم اختارك، كل الناس حكمها ظروف، عارف وين خطواتك ماشية، أخري معاك وما معروف، أخري معاك ما كتير فكرت اصارحك، استنيتك تبدا السيرة، لا اتكلمت ولا لمحت، لا بينت الرضا مصيره، الحنية اللي كنت بديتها هسه بقيت بتشوفها كتيرة، زي خليتي اشوف في ريتي وقت تكون مشغول بغيرك، أنا من قبلك ما تحيرت واتوريت دروب للحيرة، تعودت أخاف من قبلك إلا معاك حسيت بالخوف، عمل إيه هالجسم اختار، كل الناس حكمها ظروف، عارف وين خطواتك ماشية، أخري معاك وما معروف، أخري معاك ما معروف. واكسى عليك بكلمة شوية، إلا وحاتك غصبا عني قبل عنادي تجي الحنية، دربا سرت معاك بقلبي إلا بلاك ما بتبقى جاية، أنا مجبور استنى رضاك، انت يا ريتك ترضى عليا، ما فارقت في يوم ذكرى، انا ذكراي عندك منسيه، تعودت اخاف من قبلك الا معاك حسيت بالخوف، تعمل ايه الجسم اختارك،
كل الناس حكمها ظروف، عارف وين خطواتك ماشية، أخري معاك وما معروف، أخري معاك ما معروف. معاك حسيت بالخوف، عمل ايه القسمة اختارت كل الناس حكمها ظروف، قد عودت اخاف من قبلك الا معاك حسيت بالخوف، عمل ايه القسمة اختارت كل الناس حكمها ظروف، عارف وين خطواتك ماشى، أخري معاك وما معروف، أخري معاك، أخري معاك وما معروف، أخري معاك وما معروف.